تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقة برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مشهد اليوم ينفتح على ليبيا التي أصدر برلمانها بيانا ردا على ما أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا من مزاعم بأن لتركيا حق التدخل في الشأن الليبي باعتبارها أحد أو إرث لأجداده من الذين أسسوا الدولة العثمانية القديمة، وبالفعل التي كانت تحتل جزءا كبيرا من الوطن العربي. ذكر البرلمان الليبي تركيا بأن الأوضاع قد تغيرت تماما، وأن ليبيا هي دولة الآن ذات سيادة ومن حقها الرد، وليس من حق تركيا التدخل في الشأن الداخلي الليبي أو الشأن الداخلي لأي دولة عربية. البرلمان الليبي أيضا ذكر تركيا بأنها دولة الآن تعتدي على إحدى الدول العربية، هي سوريا، وتحتل أجزاء من أراضيها بحجة أو بمزاعم محاربة فصيل تعتبره تركيا إرهابيا، وهو ليس مصنفا على المستوى العالمي أو على المستوى العربي كفصيل إرهابي. حول هذا الموضوع وحول هذه اللهجة التركية الجديدة، لهجة التوسع الاستعماري الذي تتبعه تركيا في الوقت الحالي، وفيما يبدو أنها تمهد لشيء ما في ظل الأوضاع المرتبكة التي تمر بها المنطقة العربية حاليا، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي تشرفنا للتحليل والمتابعة فيها الكاتبة الصحفية علياء العبيدي، أمين لجنة العلاقات الليبية المصرية في مجلس القبائل، ومندوبة الاتحاد العام لمنظمة المجتمع أو منظمات المجتمع المدني الليبي في مصر. مرحبا بك. مرحبا بك. اسمحي لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، والذي نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة مع ضيفتنا في الاستوديو، فكونوا معنا. استنكار واضح أبداه مجلس النواب الليبي فيما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حق التدخل في شأن ليبيا، باعتبار ليبيا إرث أجداده وجغرافياتها جزء من الإمبراطورية العثمانية البائدة. وقال مجلس النواب أن أردوغان يسعى عبر هذه المغالطة التاريخية لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مستبيحة دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم. وأضاف المجلس أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن تسمح لأي كان بتدخل في شؤونها الداخلية. كما أجهت البرلمان الليبي رفضه واستنكاره لما ورد بكلمة رئيس تركيا، مشددا على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، مشددين في الوقت ذاته على حرصهم على المحافظة على تلك العلاقة وتنميتها وتطويرها، عوضا عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون. في غضون ذلك أعلن الجيش الوطني الليبي أن هدف العمليات في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة، وأوضح الجيش أن القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابلس تشهد تطورا إيجابيا وكبيرا في اتجاه القضاء على المسلحين الإرهابيين وتدمير أهدافهم بالكامل. أهلا بكم مجددا، ونعيد الترحيب بضيفتنا في هذه الحلقة الكاتبة الصحفية الليبية علياء العبيدي. مرحبا بك. مرحبا استاذ. وكيف أنت قرأت هذا التصريح من أردوغان؟ كيف قرأت مغزاه وتوقيته؟ أولا المغزى من التصريح في الوقت الحالي هو تبرير ما يحدث على في العاصمة طرابلس. أول حاجة دعمه للميليشيات ودعمه لحكومة السراج، أو بمعنى صحيح اللي ساير المأساة اللي سايرة في طرابلس. طبعا كل العالم يقول الموضوع من دعم تركيا، تمام. لما هو يبي يبرر موقفه فاش يقول هذا؟ يقول ولاية عثمانية.
توا كيف ولاية عثمانية توا أنت قاعد تدعم لي توا قطر واستشهاد الشباب اللي موجود في ليبيا والدمار اللي موجود في طرابلس هذا كله مجرد أن أنت تبرر وجودك أنك أنت تقول لي هذه ولاية عثمانية إحنا وين توا وأنت وين يعني التبرير بتاعه خطأ وفي نفس الوقت مش خطأ أكثر هذه جريمة يعني اللي هو بدور فعلا يعني يعترف بجريمة دولته يعني يقول لك يعني اللي هو العذر أقبح من ذنب ازاي تقول لي انت توا تبرر لي بوجودك الموجود تبرر بالسلاح اللي تدعي فيه الميليشيات بالقتل اللي موجود في ليبيا حرب انت بتحارب في جيش الليبي انت ما بتحاربش في شخص ان كان انت تحارب في حفتر راهو جيش الليبي مش حفتر الجيش الليبي جيش عربي موحد بيدافع عن الاراضي الليبيه تمام ضد الميليشيات واعتقد الجرائم اللي لقاها الجيش الليبي لما خش طرابلس واضحه بالكل لما لقينا تخيل نفس السيناريوهات اللي بتجي في المسلسلات التركيه موجوده في طرابلس الحواشين اللي يخطفوا فيها الناس اللي يخطفوا الناس ويطلبوا فيه تعويضات نحن الليبيه ما عندنا ثقافه ان تخطف واحد وتطلب فديه تمام هذا كله السيناريوهات دي كلها وجدت في طرابلس بعد ما دخلوا امام مناطق معينه في طرابلس وبلكي يطلعوا اكثر من منزل مديور مخصوص لتعذيب المواطنين اللي هم بيتم خطفهم وطلب الفديه عليهم هذا كله منيش من المسلسلات التركيه اللي بتنفس على ارض ليبيا تمام فما جيش انت تقول لي اليوم ان ليبيا ولايه عثمانيه نحن مش نحن خلاص نحن في 2020 فما جيش تقول طيب يعني يعني كيف تنظرين الى مثلا حكومه شرعيه معترف بها على المستوى الدولي وتستعين باطراف خارجيه للاستقواء او تستعين ايضا بميليشيات داخليه واطراف خارجيه للاستقواء على جيش البلاد كيف يعني تقيمون هذه الامور الداخليه كليبيين؟ نحن كليبيين طبعا معروفه نحن ما نقولش هذه حكومه طبعا نحن نقول ميليشيات ميليشيات وتمت الاستيلاء على الحكومه اللي كانت شرعيه ميليشيات استولت على لنتفق على نقطه اولا انا طبعا يعني بس نسترجع حاجه بسيطه تفضل نحن في البدايه كنا نبو انتخابات حره وشريفه ونزيهه اخترنا المؤتمر الوطني انتهت ولاية المؤتمر الوطني جينا واخترنا مجلس النواب انتهت ولاية مجلس النواب مع ان هذا تم متمسك من مكانه وهذا تم متمسك من مكانه يعني ما فيش تداول السلطة السلمي المهم داروا طبعا حكومة في مؤتمر الصخيرات جابوا جزء من المؤتمر الوطني وجزء من مجلس النواب وطلعوا لنا حكومة على اساس تبقى حكومة وطنية او شرعية الحكومة الشرعية ما اتخذتش اللي نحن قلنا يعني أنا واحدة من الناس دعمتها في الأول على أساس أني أنا نبي شرعية نبي ديمقراطية نبي تداول السلطة السلمي نبي فصل بين السلطات الحاجات اللي كل مواطن يبيها لقيناها تمت السيطرة عليها وبشكل كامل من ميليشيات الإخوان اللي موجودة في طرابلس ومصراتة تمام معناها أنت حدت من الطريق اللي أنت اخترق لها الشعب الليبي أنك أنت راجل تبي تكون حكومة شرعية حكومة شرعية تستفيد بالعلاقات الخارجية لدعم بلادها والبسط الأمن مش انك تدير لميليشيات او الميليشيات تتحكم فيك فيبقى في حرب داخلية في طرابلس طب ما دمت فتحت ملف الصخيرات يعني كانت الأمور تسير إلى حد ما بشكل متوازن في ليبيا حتى العام الماضي وكان يؤمل أن تجرى انتخابات في مارس من العام الحالي قد تخرج البلاد من هذه الأزمة ما الذي حدث بوجهة نظرك؟ تمام هو الحرب كلها موجودة شنو أو اللي سير في ليبيا أن ليبيا ما تمشيش للخطوة اللي هي نحن طلعنا من أجلها يعني خطوة أن يكون عندنا حكومة موحدة وليبيا أصلا موحدة في الآخر بالكل حتى لما صار ميليشيات الميليشيات تو قاعدة تنهزم وتجري فعلا اللي يسير على ارض الواقع لما جاء الجيش وخش بدا يخش طرابلس فعلا وفي حاليا طبعا ما شاء الله الجيش يعتبر سيطر ان شاء الله باذن الله قريب لكن انا نحكي على وضع المجموعه هذه لما احنا قلنا نبوا انتخابات هم ما يبوش انتخابات هم يبوا الوضع في ليبيا على ما هو عليه يستمر الى ازل الازلين هو هذا يعني. هذا مخطط فعلا ان ليبيا تفضل ليش ان عندك ناس بتبيع في البترول بحسابها الشخصي في الخارج من طرابلس قاعدين يبيعوا في فيما يبدو ان ايطاليا وفرنسا مستفيدتان من الوضع الحالي مستفيدين من شنو انت عندك شخص قاعد مسيطر على بيع البترول وياخذ الحساب الخاص يجي الثاني نفس القصه ونحن الجيش الليبي يبي دعم ما فيش دعم نحن دعم جانا من وين جانا من مصر ومن روسيا
تمام. دولتين اللي الوحيدين نحتبره نقوله دعمونا، لكن بقيه الدول تدعم في طرابلس تبي الوضع اللي هو عليه، لان هم مستفيدين ماديا اكثر، مش مدورين على البعد الاستراتيجي. مثلا مصر مدوره على بعد لها ان هي نحن مثلا امن ليبيا من امن مصر والكلام هذا كله، والارهابيين اللي كانوا بيخشوا من مصر من خلال ليبيا، فهمتني؟ فدعم طيب الجيش المصري يعني كان لها، يعني كان هناك اجتماع يعني تصحيحي في غدامس ايضا في العام هذا العام اصلا، وكان يؤمل يعني كان يقال انه ليبي ليبي. ما الذي حدث حتى يعني ألغي هذا الاجتماع وتوترت الأوضاع؟ بوجة يعني أنا أريد أن أرى بعين ليبية من الداخل. أولا أنا كنت في المؤتمر الوطني الليبي الليبي. نعم. تمام. وبدينا فيه مجموعة من الوطنيين الليب وليبيا خارج نطاق التغطية الخارجية هذه، ونبو داخل نطاق ليبي. حوار ليبي ليبي. ليبي ليبي. وبدأنا نشتغل عليها بمجموعات كبيرة جدا جدا جدا، يعني بروح وطنية فعلا. لقينا بقدرة قادر السيد غسان سلامة، غسان سلامة المندوب الأممي، تمام، قام بنفس اسم المؤتمر وراح طلع مؤتمر الجامع الليبي الليبي. احنا طبعا مؤتمر الجامع الليبي الليبي احنا درناه جامع على اساس الليبي الليبي، فطبعا طلع بنفس مسمى المؤتمر وحط مجرد تواجد فيه غسان سلامة، فشل المؤتمر اللي احنا كنا شغالين عليه. ازاي كيف ما الذي فعله غسان سلامة؟ دار مؤتمر بنفس اسم مؤتمرنا، أدار مؤتمر يعني آخر؟ دعا المؤتمر بنفس اسم المؤتمر اللي احنا كنا المجموعة الوطنيين جايين بدعوة المؤتمر الليبي الليبي، الحوار ليبي ليبي. وبلكي جيت أنا لمصر هنا وحاولت تواصلت مع مجلس القبائل عشان يدعمنا، بحيث أن يكون مجلس القبائل العربي، طبعا مجموعة القبائل لهم عروق عندنا في ليبيا، فكان هيبقى الدعم من مجلس القبائل، وتواصلت مع ناس من هنا يعني في مجلس القبائل. فقلت لك في نفس الوقت طلع مؤتمر بالسيد غسان سلامة، طلع لي مؤتمر بنفس الكلام. فطبعا الناس اتخلطت عليه، ادم فيها غسان سلامه وفيها ناس من الشكل هذا خلاص يبقى مش ليبي ليبي. عقد في غدامس ام عقد في او ما كان ده هو يعني مجرد هو خط غير هو مجرد ما طلع هذا خلاص يعني انا عليا، انا معروفه عليا بتدعي لمؤتمر وطني ليبي ليبي، ألف واحد يبي يمشي مع عليا، تمام. مجرد واحد اخرى لا عليا مع غسان سلامه يدعم فيه. طبعا انا ما فيش تواصل بيني وبين السيد غسان سلامه اطلاقا، مش انا لوحدي، انا والمجموعه معي، يعني كان معنا مجموعة كبيرة جدا من طبرق ومن درنة ومن بنغازي، وكان يعني ناس لو هنذكر أسماء بيبش نذكر أسماء عشان ما يزعلوش يعني مجموعة أخرى، لكن كانوا قاعدين كلنا نبي نشتغل على مؤتمر وطني ليبي ليبي. طلع بقدرة قدر كيف ما حكيت لحضرتك السيد غسان سلامة دار مؤتمر الجامع الليبي الليبي، فالناس طمعا هذا الليبي ولا هذا اللي مع غسان سلامة، أوجدت عملية المؤتمر. طيب نعود مرة أخرى إلى الشأن التركي، ما الذي تفعله تركيا تحديدا في ليبيا وما هي أطماعها، وكيف يعني ترضى قوتان كولونياليتين كفرنسا وإيطاليا يعتبران مسؤولتين عن الملف الليبي بهذا التدخل التركي؟ أولا بالنسبة لتركيا التدخل بتاعها موجود من توا، من بداية الثورة، تمام، كان ماشي عادي بوضع طبيعي، وبعدها انقلب طبعا لما انقسمت طبعا بين الشرق والغرب، تم يدعم في الغرب لان الغرب عندنا تمت مسيطر عليه مجموعه من الميليشيات. نحن الشرق نحن الشرق ممكن طبيعتنا ان نحن قبائل، القبائل نقدروا يلموا بعضهم على كلمه رجل واحد، يعني نحن كل قبيله تقدر تلم كلمه رجل واحد، ومجموعه القبائل يتفقوا على مصلحه المكان اللي هو الحيز الجغرافي اللي فيه مجموعه من القبائل، تمام. فالمنطقة الشرقية الطبيعة بتاعتنا نحن نقدروا فعلا حتى من أول الثورة اللي عندها، والحمد لله المنطقة الشرقية اللي هي الشرقية الأصلية لليبيا ما تأثرتش بأي متغيرات. ليش؟ يعني نحن مجموعة قبائل بيحكمنا أعراف ونظم معينة، حكم الجيرة، حكم النسب، حكم الدم أو المكان يعني، فعندنا التزامات ما نقدرش نطلع. في المنطقة الغربية يعني نظام كيف ما مثلا الفرق بينكم انتم هنا بين القاهرة واسكندرية وبين بقية الأماكن الأخرى، فيها جميع الفصائل. يعني كوزموبوليتانيا يعني 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 تجميعة تجميع يعني ليس لها علاقة بقبيلة أو مكان بالانتماءات القبلية. يعني هي هل أستطيع أن أقول إنها تجميعة أكثر حداثة أو يعني فعلا. يعني في طرابلس
موجود خليط يعني اناس تمام قد يكونون من اصول قبليه ولكنهم عاشوا يعني خلاص طريقه حداثه ومعظم اللي موجودين مع احترامي يعني للجميع اول حاجه من مصراته ومصراته طوى نحن معروفين مصراته معروفه بالنسبه لنا نحن ما نبيش نغلط في منطقه كامله او اشخاص معينين العلاقه بينهم وبين تركيا وسيده يعني لان اساسا مجموعه منهم يعتبر اساس عثماني يعني معروفين عندنا في ليبيا عفوا يعني هذه الكلمه يعني اريد ايضاحا يعني هذه المدينه تحديدا هي فيها عرق او اغلبيه عثماني. اغلبيه من اصول شركس من اصول تركيه فالعلاقه بينهم تعتبر حميمه والدعم بيبقى وفي نفس الوقت التجاره مفصل التجاره في ليبيا موجود في مصرات وهذا اللي خد امد كبير معلومه جديده يعني يعني هؤلاء ليس لهم انتماء او جذور ليبيه خالصه ولكنهم من الشركس معروفين عائلات معروفه كبيره في مستوى مصرات هم من الشرق يعني شركس خالصين ام انهم اختلطوا بالعرق الليبي لكن اساسا شركس يعني مجموعة منهم فحتى نحن لما بيصير حاجة نقول لهم يلا عدوا يعني اللي انت تسبوا لهم يعني في الآخر بالكل هدم تبوا تخلوا ليبيا خراب ويبقى الدماء الليبية سيلة بشكل مستمر كان انتوا باكين على تركيا عدوا لتركيا وسيبوا ليبيا لليبيين يعني يعني مصراتة ذات أغلبية من شركسية. أصول شركسية وهي تساعد طرابلس في مواجهة هي محتلة طرابلس مش تساعد طرابلس معلش الموجودين تحتل طرابلس بالنسبة لمصراتة كانت المخطط التركي يا سيدي أن مصراتة تكون هي العاصمة لأن شباب مصراتة يعني الأصليين كانوا رافضين وجود مصارتة نحن نقوله فلما لما يرفض رافضين الوجود كان بيحصل احتكاكات فحتى تم سرقة عندنا تمثال في طرابلس كان موجود سرق وتم نقله لمصراتة على أساس تهيئة مصراتة أن تكون العاصمة فعاصمة تمسك الشرق وتمسك الغرب يعني فطبعا المخطط بتاعها فشل وفشل ذريع أما بالنسبة للمجموعة الموجودة كلهم موجودين الفلوس شباب يعني بالنسبة لي استغلوا طبعا الأزمة الاقتصادية اللي موجودة فيها ليبيا استغلوا الموت اللي ساير والدم اللي ساير في الحرب فاستغلوهم والشباب يبي فلوس فأخذوهم بالنسبة للفلوس وجندوا مجموعات طبعا مجموعة غنيوة ومجموعة المجموعة اللي كانوا مسكين طرابلس كلهم كانوا بيمشوا بدعم من تركيا واللي يدعم فيهم السيد طبعا أخرب نحن نقول المفتي المعزول طبعا كان ديما الغرياني ايوه كان بيفتيهم بان هذا جهاد وهذا مع ان ما فيش جهاد بين الوطن والعرب بين يعني بين مسلم ومسلم ما وبين فيش. وليبي مواطن وليبي. ومواطن 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 وبعدين لما حضرتك الجرائم اللي موجوده فعلا يعني لو في امكانيه كان وريتكم فيديوهات حواشين مستخدمه حواشين عاديه تخش تلقى حواش وعندك جوا حواشي ديار تعذب فيها المراه الليبيه اللي تخطف ولا الرجل الليبي ويعذب فيه فعلا على اساس ياخذوا منه افلام كلمات حاجات يعني يستخدموها في حاجات اخرى ماشي شبابنا اللي كانوا يخطفوا فيهم ويحبسوهم تمام يعني في جرائم طيب موجوده في طرابلس يعني بس تحت الميليشيات اسال على شان ليبي اخر كانت هناك محاولات في القاهره لاجتماع اعضاء مجلس النواب وكانت هناك بعض النقاط الخلافية في داخل المجلس نفسه ما مصير هذه الجلسات هل أسفرت عن نوع معين من الاتفاق قد يخرج البلاد إلى نوعية معينة من الحوار تخرج البلاد من هذه الأزمة أولا إن هم مجرد فكرة اجتماع خارج ليبيا ما ينفعش مرفوضة انك انت تجتمع لي خارج ليبيا تاخذ مجلس نواب دولة تطلع به لدولة أخرى باش تناقص به أمور دولة داخلية ما ينفعش فكان مرفوض من يعني من يعني جميع جد وكان يعني فعلا احنا استأنا من الموضوع مش اني موجود في مصر او دولة مصر لا على مبدأ الخروج خارج كيف انت مؤتمر هني مجلس نواب تبي تناقش امور دولتي انا ومواطن ليبي وتطلع لي دولة تانية تناقش امورنا الداخلية في دولة تانية مهما كانت علاقتنا بين احنا دولة جوار ودم ولحم كل شيء لكن مع احترامي كانت نقطة خطأ ولذلك ما صار منها شيء ومش هيصير منها شيء لم تسفر عن نوع معين من لن تسفر على شيء لأن أنت مجموعة من اللي طلع معك مجموعة من مجلس النواب طبعا جماعة لاقوا الموضوع هذا بسخرية يعني أنت طالع لي يعني ما عندكش مكان تجلس فيه في ليبيا باش تمشي لدولة تانية يعني فهم جابوا سخرية لأنفسهم وهم عارفين هنا يعني كعلي العبيدي هنا رأيي معروف كيف جوا كيف برا
انت ازاي تطلع لي من دوله باش تقعد دوله ثانيه مهما كانت لها مكان يجتمع فيها فيها مجلس نواب عندك مكان عندك طبرق دار السلام طب قد عندك قد يكون هذا نتيجه الشك الحادث بين الطرفين في الوقت الحالي وعدم الامان لا لا اذا لا لا. ذهب طرف الى مكان اخر نتيجه انعدام الامن يا سيدي المنطقه الشرقيه كان جميع الطوائف الليبيه تخش منطقه شرقيه مستحيل واحد يتعدى عليهم وبالذات لما يجي جاي في اني انا جاي جايب الغرب عشان خاطر يتفاهموا مثلا نعم. مستحيل المنطقه الشرقيه نحن مجموعه قبائل نعرف يعني ايش الدم واللحم ويعني ايه الضيف لما يجينا نعم. فمستحيل نعم. يتعدى على واحد وبعدين نقول لك حاجه المشكله مش بيننا نحن كمواطنين راه صدقني اللي موجود ساحه الخلاف كلها موجوده في طرابلس مع مجموعه ميليشيات لكن الوطن الليبي كله مع بعضه رانا نحن واحد الإعلام بيصور إن إحنا توا ليبيا فيها خلافات لا ما فيهاش خلافات أنا نقدر يعني توا بكرا نكون قبل أن تحدث هذه الأزمة السياسية بني غازي وطرابلس ومصراتة وكانت الحركة فيها طبيعية جدا طبيعية شعب واحد ولكن مدن مختلفة الأعراق هل تعلم حضرتك أنا قلت لك بعض فصائل في مصراتة ما قلت لكش مصراتة كلها صح ولا لا نعم. يعني مصراتة نحن لنا في مصراتة ناس توا يطلعوا مع ليبيا كلها ما لهمش دعوه بحد وياما حاولوا ان تهدى ياخذوا الشباب اللي هم ماسك سلاح واللي هم مدعومين من الخارج واللي هم مدعومين بمخططات خارجيه حاولوا يهدوا الموضوع واجد من عرب مصراتة لكن في لهجه ثانيه او في حاجه ثانيه اللي هي لغه الماده او لغه المصلحه الخاصه لهم فكانت بتغلب على مجموعه الميليشيات يعني كان بيتحكموا في مجموعه الميليشيات لكن بالنسبه لنا نحن كمواطن ليبي لا نا بالنسبة لي نا أهنا عليا ونطلع نتكلم على الجيش وعلى كذا نقدر نمشي لأي منطقة في ليبيا نعم إلا منطقة اللي موجود فيها الحرب إحنا توا طالبين المواطنين يخرجوا خارج لأن هم فعلا بياخذوهم كدروع بشرية تخيل بياخذوا يخشوا الحوجب اللي فيه يعني طرابلس تعتبرينها الآن مختطفة مختطفة فعلا مختطفة يعني. من مجموعة من الميليشيات أما بالنسبة ممنوع خروج والله العائلات بتطلع بأعجوبة يعني أنا جرتي في السكن في طبرق موجودة من طرابلس ومن صلاح الدين وموجودة هي وأسرتها قاعدين هاربين من الحرب وجايينا نحن طبرق يعني لو هم معلش لو الحرب بيننا وبين بعضنا هتطلع من طرابلس تجيني لطبرق أقل حاجة تطلع لتونس اللي منها غادي يعني أقل حاجة تقول لا ليبيا غير آمن تونس أقرب من طرابلس من طبرق من طبرق ساعتين ثلاثة لكن لما تقعد يومين في الطريق هي وأسرتها باش تجيني نال طبرق معناها نحن كشعب رانا نحن شعب واحد ولكن للأسف الإعلام الخارجي أو الإعلام اللي مش فاهم إيش القصة في ليبيا بيصور إن هي حرب قبلية هي مش حرب قبلية هي حرب بين الإرهاب بين الجيش الليبي فعلا الجيش الليبي ما دخلنيش بشخص مع احترامي للجميع اللي يقولوا مثلا ناس بتمجد في سيد خليفة حفتر أو كذا لا احنا انا جيش الليبي مع مجموعة من الميليشيات الخارجة عن القانون اللي بتتاجر في المخدرات اللي بتجيب في سلاح اللي بتغتصب الناس اللي بتغتصب في الصبايا هذا كله سير اللي بيقتل في الناس في منزله يعني جيش ليبي ضد ميليشيات اذا يعني المؤتمر المزمع في برلين القادم هو فيما يبدو ان مصيره سيكون الفشل أيضا يعني ليبيا ما هو الجديد الذي سيقدم خارج ليبيا لن يكون هناك مؤتمر ناجح وبعدين معلش خلينا نحن عندنا 50 واحد طلع 100 واحد 200 واحد هيجيك واحد أخر يقول لك هذا ما يمثلنيش ليش يطلع يتكلم باسمي أنا نطلع عليا أنا عليا العبيدي نطلع نقول أنا جاي لا 1000 واحد من العبيدات يقول هذه لا تمثلني نحن جوا عبيدات 50 قبيلة لما يجي واحد من قبل أخرى خليه عن القبائل المناطق واحد يجيني من مصراتة 1000 من مصراتة يقول لك هذا ما يمثلنيش ما يعجبوش رأيي يقول له ما يمثلنيش تبي تدير حاجة أو يبي يصير يكون في حاجة فعلا تنفع المواطن الليبي أو الليبيا داخل ليبيا داخل ليبيا وبالمواطنين الليبيين جميعا وعلى يا سيدي نحن قلنا لهم حاجة قلنا أبدوا بمجموعات يعني كيف نقولوا عصف ذهني للليبيين نعم ورش نعم. عمل للليبيين كل المجموعة كلها تحكي وكلها تجيب الأراء ونجمع الأراء ونصف الأراء ونشوف المتشابه نطلعوه والمختلف كيف نناقشه وبعدها يطلع ليبيا لكن ما تقوليش برلين ما تقوليش القاهرة ما تقوليش تونس ما تقوليش المغرب ما تقوليش طيب أي دولة يعني أستاذة علياء يعني إذا انسدت الأفاق بين الأطراف الداخلية فلا بد من أطراف خارجية للتدخل لرأب الصدع يعني هذا للأسف يعني ما الذي يدفع الأمم المتحدة لإرسال مندوب أممي أو وتغييره كذا مرة
لمنطقة أصحابها انسد فيها أفق الحوار بينهم وبين بعضهم. يعني 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 هناك انسداد داخلي لا نستطيع أن نتجاهله. أنا موجودة على الأرض الليبية، ما فيش انسداد داخلي. نحن واصلين لمرحلة إن هم كل ما نحن نبدو جلسة أو نبدو مؤتمر نبدو نلمو فيه الشمل الليبي بنحاربه من الخارج. تمام، قلت لك نحن المؤتمر كان ناجح، يعني كان بداية المؤتمر الجيش شجعنا المؤتمر الليبي. تمام. وبدينا فعلا نشتغلوا فيه وتواصلنا مع مجموعة كبيرة بالكل. نحن في مجموعة أخرى اسمها الراية البيضاء. طبعا كان في خلاف بين إن ناس عايزين راية خضراء وناس عايزين راية ملونة. نحن طلعنا بالراية البيضاء، هنديروا راية بيضاء، ليبيا تبقى تحت راية بيضاء لعند ما تصفى أمور ليبيا، وبعدها نختاروا اللي يكون في عندنا الراية اللي نختاروها كلنا نجتمعوا عليها كلنا. يا سيدي ما نبوش لون، خلينا اللون الأبيض. تمام. وفعلا بدينا نشتغلوا عليه، خشت فيها أطراف خارجية. تمام. تعرف فيه أطراف خارجية مثل يعني حضرتك ما فيش دعم. خلينا واضحين، لو احنا جينا باليوم هذا خليني نعلن على الشعب الليبي ان احنا عايزين تو اليوم هذا نبو مؤتمر ليبي ليبي. ما ليبي يدعم؟ ما فيش دولة هتدعم. تحداك دولة تدعم ليبيا في الداخل ان نديروا مؤتمر. طب لماذا دعمت برلين مثلا مثل هذا الحوار؟ ياخذوا الاطراف على اساس يسيسوا الاطراف اللي تطلع من خارج ليبيا تسيس. يا سيدي اي اطراف خارجية، اي اطراف من ليبيا تطلع للخارج بتسيس. تسيس يعني لصالح الغرب او تكتذب؟ هي يجب ان تكون اطراف سياسيه، ولكنها انت تتحدثي انها تسيس لخطط تكتذب. خارجيه. تمام. لمؤسسات خارجيه او لجهات خارجيه. وبعدين لما تجي ليبيا ترفض من الشعب الليبي العادي. الانسان العادي عارف ان هذا جاي فلان الدوله الفلانيه دعمه وحطاه، وفلان ليش رفض السراج؟ ان حطها اطراف خارجيه مش مختاره من الشعب الليبي. لو مختار من الشعب الليبي صدقني كان ممكن مات عليه الناس كلها، لكن عشان هو فرض خلاص مرفوض. نعم. طيب، وقد انضم الينا الان عبر الهاتف السيد عبد الستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشان الليبي. مرحبا بك سيد عبد الستار، وكيف قرات هذه التصريحات التركيه؟ هل تريد تركيا بعيد مش سامع. تفضل. لك صوت بعيد مش سامع. هل تسمعني سيد؟ هل تسمعني الان؟ بعيد جدا لا استطيع ان اسمع. طيب، يعني هل تسمعني بهذا ارتفاع الصوت؟ نعم انا اسمعك لكن الصوت بعيد يعني ليس. طيب يعني ساحاول ان يكون الصوت عالي. سيد عبد الستار، كيف قرات هذه التصريحات الصادره عن ليبيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان؟ هي كانت كولونياليه عثمانية ومن حقنا التدخل فيها في الوقت الحالي. هو تركيا تستخدم ليبيا استخدامان وليس استخداما واحدا. الاستخدام الأول هو الحفاظ على أن تستمر الفوضى في ليبيا وأن يكون هناك موضع قدم لتركيا بشكل قوي في الداخل الليبي، خاصة في طرابلس وفي المصرات. الجانب الثاني الذي تعتمد عليه تركيا وتعمل عليه هو العبث في دول المنطقة، دول الجوار الليبي والدول الأفريقية طبعا، وعلى رأسها الدولة المصرية. هي تحاول أن تستخدم القاعدة الليبية انطلاقا من طرابلس ومصراتة للعبث بالأمن القومي المصري وتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الاستقرار وأشياء من هذا القبيل. ولهذا نرى أن تركيا تضع عينيها على ليبيا من أجل تحقيق أهداف قصيرة المدى تخص الداخل الليبي وأهداف بعيدة المدى تخص نشاطها في القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالدول الكبرى وعلى رأسها الدول المصرية. طيب، يعني هي لها مخططان داخلي وخارجي في ليبيا. طيب، بوجهة نظرك ما هي الاستراتيجية الواجب اتباعها لإخراج هذا الطرف الخطير من هذه المنطقة؟ يعني الأمر يحتاج إلى ضغط من جانب الدول من الممارسات التركية، تحتاج إلى تكاتف الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية وغيرها من بلدان عربية متضررة من الأنشطة التركية
هذا التكاتف ينبغي أن يستهدف الرأي العام الغربي، ليس الحكومات الغربية ولكن بالأساس البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام في أوروبا وفي أمريكا. للأسف الشديد هذا القطاع وهو قطاع البرلمانات والمجتمع المدني والإعلام يسيطر عليه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات طويلة بمساعدة المخابرات التركية والمخابرات القطرية ودول أخرى لا يهمها الاستقرار ويهمها تحقيق الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة شمال أفريقيا. لهذا رأيي الضغط على تركيا ينبغي أن يكون من خلال فتح ممارساتها. يعني على سبيل المثال هناك عقود وقعت بالفعل ما بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس المنصب من الدول الغربية وما بين تركيا لتوريد أسلحة للميليشيات في طرابلس. هذا على الرغم من أن هناك قرارات دولية بمنع أو بحظر التسليح في ليبيا. يعني كان ينبغي على الدول أن تبذل مزيد من الجهود. يعني هناك جهود تبذلها الدولة المصرية بالفعل، هناك جهود تبذل من جانب المملكة العربية السعودية ومن جانب جامعة الدول العربية وغيرها، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل، مزيد من الضغط، مزيد من الفتح للممارسات التركية في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا خاصة من خلال ممارساتها في ليبيا. نعم، سيد عبد الستار حتيتا الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة، يخشى البعض ويخشى بعض المتخصصين من طول أمد الأزمة الليبية التي قال جميع الخبراء إنها لن تحل عسكريا، ويخشى أن تتحول الأوضاع بعد ذلك لأي طرف يسيطر بشكل عسكري على الدولة. ما هو الحل بوجهة نظرك؟ الجميع يتفقون على أن الأزمة الليبية لن تحل عسكريا. والله أنا بالنسبة لي عندي الأمل الكبير أن تتحل عسكريا، لأن فعلا في بوادر حل الأزمة عسكريا. إلا الدول الخارجية تسيطر أو تؤثر في قرار الأمم المتحدة اللي هم طبعا كيف تركيا. طبعا أنا في آخر حاجة، تركيا توا ليش ما تمنعتش ان هي تعطي سلاح لليبيا؟ لان فرنسا قاعده وايطاليا قاعده وعادي الموضوع عندهم. يعني هم بالنسبه لهم اتفاق، متفقين على ان ليبيا تفضل بنفس الشكل هذي. البعض يخشى من تكرار السيناريو اليمني، لان اليمن تحولت الامور فيها بشكل سرطاني نتيجه تدخل مثلا اطراف مثل ايران، حولت الاوضاع بشكل دراماتيكي في الفتره الاخيره. يخشى على ليبيا وهي دوله هامه جدا وموقعها استراتيجي للغايه بالجوار المصري ان تتحول فيها الامور الى هذا النحو. والله بالنسبة لليبيا أنا الحل العسكري اللي موجود حاليا 90% إن شاء الله يصير منا، وممكن خلال الأسبوع الجاي أو نحن عندنا أمل كبير جدا جدا خلال شهر يكون منتهي الحل العسكري. إلا بتدخل أطراف تدعم أخرى الميليشيات ويبقى هذا يهي عاد جتنا عاد تدخلات خارجية أخرى. نحن بالنسبة لنا مسيطرين، الميليشيات جتها من الغرب وجتها من الشرق، جه الجيش العربي من الشرق ومن الغرب، ما عادش ما عنده غير من البحر، البحر اللي هو تركيا احنا نقوله ايطاليا وفرنسا، فتش هم يدعموا الميليشيات. اما بالنسبه للحل العسكري اعتقد ان 90% من الازمه الليبيه الحاليه لو دعم الجيش الليبي صح، وصبت الدول الجميع كلها في دعم الجيش الليبي. نتمنى ان يتم هذا الحل وان يبدا المسار السياسي بعد الحل العسكري. لا يسعنا في نهايه هذه الحلقه غير شكر الكاتبه الصحفيه علياء العبيدي، أمين لجنة العلاقات الليبية المصرية في مجلس القبائل ومندوبة الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني الليبي في مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد. شكرا لكم وإلى اللقاء.